السلام عليكم، أنا سعاد، أتمنى أن تتفاعلوا معي وشكرا لكم. عالم الجن والشياطين وارتباطه في عالم البشر شيئا مستحيل، وقد يكون ضربا من ضروب المستحيل، لكن في حالات نادرة قد يكون حقيقة ومن الممكن أن تحدث في ظروف معينة. وأيضا البعض لوهلة في حينها قد يكاد يجزم بأنه ليس بكامل قواه العقلية، أو قد يكون يتوهم، لكنها حقيقة ومثبتة في القرآن الكريم. بعيدا عن كوننا نعلم من الذين كبرنا وترعرعنا معهم من أهلنا أو شريحة المعارف التي نعرفهم أنه من المستحيل رؤيتهم، أتحدث عن الجن وأنه لو حدث لنا شيء قد يكون محض صدفة أو مخيلاتنا قد خانتنا وجعلت الخيال يمتزج بالواقع. لكنني أكتب ما أكتبه لأثبت لك أن كل ما تعلمه أو ما تعتقد به عن عالمهم خاطئ، ولا أنتظر منك تغيير معتقداتك أو تصديقي، فأنا لا أصدق نفسي في بعض الأحيان، لكن ما حدث لم يكن مجرد خيال. قد تظنون في بادئ الأمر أنني مجرد مراهق فاسق أو شخص يتبع هواه، وقد أكون هكذا، لكن لا تنهي شيئا قد بدأته ولم تنهيه. أنا لا أقول هكذا تبرئة لنفسي، ولكن لا أريد أن تظلمني وأنت لم تنهي ما بدأته. وإن لم تكن تهتم لا تكمل الاستماع أو سيحدث لك ما حدث معي. ها قد نبهتك، لا تدعي أنني دمرت طمأنينتك، فما حصل معي أبلس، وهي كلمة تعني أبعد نقطة عن الخير وتنشق من اسم إبليس. قد أكون بسردي لأحداث هذه الرواية أو قصة حياتي كما تحسبونها أفتح لنفسي أبواب الجحيم وكذلك أدمر حياتي، لكن آمل أن لا تظل طريقكم بتصديق كل ما تسمعونه.